بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، برحب بكل الساده مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج المطعم. في النهارده عاملين رولات دجاج كده، عاملينها بالبطاطس وعاملينها زي بالمايونيز كده، ان شاء الله نعملها مع بعض. وحاطين بطاطس كده، فرشين في البايركس بتاعنا شويه بطاطس بالاعشاب، وبعد كده هنلفها وهنعمل لها تتبيله كده حلوه جدا بالبهارات والمايونيز. هنشوفها النهارده مع بعض. عندنا بطاطس برضو النهارده هنعملها بالفرن، وعندنا بسكوت مملح هنعمله بالجبنه وبالشبت، شكله شيك جدا جدا، وتقدري تعمليه في مناسبات ولا حاجه تقدري تعملي فيه. ده اللي هنشوفه النهارده خلال برنامج المطعم. في حاجه رابعه نجيبها دلوقتي، المكن تشيز، هنعملها بالبروكلي، جامده جدا ديت وسهله جدا، ان شاء الله نعملها مع بعض وننفذها النهارده مع بعض خلال برنامج المطعم. اي اسئله واي استفسارات، ارقام التليفونات ظاهره قدامكم على الشاشه، 2600 من اي تليفون محمول، 0900 900 من اي رقم ارضي. بنبدا كده اهو. نشوف عندنا ثلاث صدور فراخ، حلو، هجيب بس ديت الايه البلانشه كده نثبتها معايا بعض عشان ايه نظبط مع بعض الاداء. واجيب عندي ثلاث صدور فراخ، نبدا اللي احنا نفتحهم على اتنين، بعد كده ابدا ان انا ابططها عشان هنلفها ونديها بهارات الاول، وبعد كده نلفها ان شاء الله مع بعض دلوقتي. فاجيب عندي الثلاث صدور فراخ طبعا نكون قصينهم كده ومظبطينهم، واخد الايه الصدر كده على اتنين زي ما حضراتكم كده شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بعد كده بجيب عندي الكيس، كيس تلاجة او استريتش مثلا، ايه ونقوم حاطين اول القطع كده بالمبط. نبدأ نفرد الكلام الجميل ده هوت اللي هو الثلاث صدور، هيطلعوا لي ست قطع حلوين. تمام، يبقى دي اول حاجة بنشتغلها وبنعملها هيت. نشيل اول واحده كده نحطها هنا، ونجيب الثانيه نحطهم، وبالمبط نفس الكلام. انا بحب جدا مبط الخشب على فكره عن الحديد بالمناسبه، يعني ما بيهرش الحاجه وبيطلع لي الحاجه حلوه جدا، وخصوصا في الفراخ. بص ما شاء الله بيطلع الصدر ما فيهوش اي قطعه مهريه خالص، ولا بيقطع ولا اي حاجه خالص. المبط الخشب بحبه جدا جدا في الفراخ بالذات، لكن الحديد بيبقى تقيل قوي على الانسجه بتاعه الفراخ، فساعات بيفتلها كده وبيهريها مني. شيل ديت اهي، ناخد القطعة اللي بعد كده نحطها ونحط الكيس ونديها. اهو هنلاقي بقى خلطة بهارات كده حلوة دلوقتي هوريها لكم. حط الاخر واحدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر قطعة. اول حاجه بنعمل كده، بتلاقي الفراخ بتستوي اسرع، وفي نفس الوقت بتاخد التتبيله بتاعتها على طول، ما تاخدش معاكي وقت على طول خالص. يعني افردهم بقى كده بالشكل ده كده اهو على البلانشه بتاعتنا. ماشي، وتخلي الجزء اللي هو الخشن ده
اللي تدي عليه التتبيل افضل من الجزء اللي هو الخارجي ده، عشان دي بتمتص التتبيله اكتر، فاهم ازاي؟ لان الانسجه دي بتبقى مفتوحه اكتر، فبالتالي بتبقى الموضوع احلى واحلى يعني. طيب بنعملها تتبيله بقى حلوه كده، نشوفها هنعملها مع بعض ازاي. هجيب عندي البوله زي ديت مثلا، لو بوله صغيره هيكون افضل اهي. تعالوا كده نعمل لها شويه تتبيله، شويه بهارات فراخ نحطهم هنا، وبعد كده عندنا شويه من البصل البودر، ايوه يا استاذنا ديت، ماشي يا باشا. حط شويه زعتر لو عندك شويه زعتر، وبعد كده نقوم واخدين الكلام ده هوت رايحين فين. عندي ايه، شويه ملح، شويه فلفل عندنا، وبعد كده عندنا الملح، وبعد كده عندنا البابريكا. بلاش توم باودر لان انا حاطط اصلا في المايونيز حاطين توم، فانا مش حاطط توم، حاطط بصل بس. ماشي، اقوم اقلب التتبيله دي مع بعضها. خطيره ديت والله، دي خطيره ديت. التتبيله ديت سيبيها كده، حطيها بس كده في عندك في البرطمان ديت، بتبقى حكايه. ونقوم رشين على الباشا ديت كده من فوق، شوية البهارات دول واسكنهم كده بايديا. تمام كده، كده بتبقى معرقة مية، فمجرد اصلا بضغط عليها كده بايديا خلاص مسكت جواها. طيب بعمل لها خلطة حلوة قوي قوي، هتشوفيها دلوقتي معايا بالجبنة ازاي. بقى بجيب عندي شوية جبنة موتزاريلا، ونجيب عندي بولة، واحط الجبنة ديت هنا، وناخد شوية بقدونس حلوين كده مفرومين على الجبنة، نقوم حاطينهم كده على الجبنة نفسها وقلبهم مع بعض. بقت عندي الاتنين مع بعض، قلبناهم مع بعض، بقى تخلي طعم الجبنه في حته تانية خالص. طيب ناقص ايه؟ ناقص اهم حاجه بقى، التتبيله اللي هنعملها دلوقتي للفراخ، اللي هو المايونيز اللي هنعمله مع بعض. بجيب عندي المعيار اللي هو بتاع الهاند بلندر، هتلاقيه موجود عندك. اول هتعمليها في كوبايه عادي جدا، بس الكوبايه تكون الهاند بلندر السلاح داخل بتاعي للاخر، ده مهم، اللي هو ده، عشان نعرف نطلعها مظبوط. حط هنا ايه بقى؟ حط عندي واحد عدد بيض كامل، بسم الله. وحط عندي معلقه مستردة صغيره كده جمل، معلقه مستردة صغيره حطها هنا، ماشي. فص توم بس، هو فص توم، نقوم حاطينه هنا، ومعلقه خل يا سيد الفاضل، كلام جميل. وبعد كده بقوم نازل عندي بالهاند بلندر كده هنا ونديها. وبعد كده بقوم نازل عندي بحاجة بسيطة جدا جدا من الزيت اهو، زيت رفيع جدا. هيبدا ايه يتقل دلوقتي اهو. دي انا محتاج بس تتقل شويه كمان، كل ما هضرب فيها هدي قلنا الهاند بلندر 15 ثانيه وتفصلي، وبعد كده تشغلي تاني عشان الموتور نفسه. بص بدأ الماتور ايه، بصي بدأ يتقل اهوت. اول ما هيبدأ يتقل بقوم راكنه كده في جنب، ونبدأ نكمل بقية المقادير.
حلو جدا جدا، اقوم راكنه هنا كده بقى تمام. نعمل الفرشه الجميله بقى اللي انا هشتغلها جوه للبطاطس. هجيب عندي بطاطس، كام بطاطسايه كده حلوين، واقطعهم عندي شرايح شرايح رفيعه عشان ما تاخدش تسويه معايا. نديها واحدة كمان، نديها واحدة كمان اهو من نص كده، ونقوم حاطين الاتنين دول على بعض ونقطعها شرايح رفيعه. السمك بتاعها ما يبقاش تخين قوي عشان التسوية. طيب نروح فين بقى؟ نقوم واخدين عندنا البطاطس نحطها هنا في البايركس بتاعنا. وبعد كده بقوم بعد كده بعمل ايه بقى؟ بحط عندي شويه بهارات صغيره هنا، شويه زعتر كده، البطاطس، شويه بابريكا، يا عيني على الجمال. وبعد كده اقول ايه، شويه زيت زيتون عشان اخلي الكلام دوت كله يمسك فين؟ في البطاطس. وبعد كده اقوم نزل عندي شويه ملح، نجيب عندي معلقه واقلب كل ده مع بعضه. اتاكد بس ان هي خدت كلها التتبيله من كل حته وتقلب التقليبه المظبوطه، وكده الفرشه اللي احنا عملناها للفرخه تكون ايه، جاهزه معايا. اوزعها كده وبقت جاهزه. طبق حلو قوي لو اتعمل في العزومات ده هيعجبك بجد يعني. طيب بنبدا نعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي ثانية واحدة بس، هل احط بس ديت التتبيلة ديت وبعد كده نطلع فاصل زي ما انتوا عايزين. ثانية واحدة هاخد عندي التتبيلة بتاعت المايونيز ديت اللي احنا عملناها، نقوم حطينا كده وافردها على الفراخ نفسها، ودي تديني تخليها طريه جدا معايا من جوه وحلوه قوي. ماشي اهي، زي ما انتم شايفين كده اهي. ايه ده؟ زي ما حضراتكم كده شايفين اهو. لا 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 لا، كله تمام. لو عرفتي تتقليه عن كده شويه كمان، انا بس مساك عشان الهواء، لكن انت تتقليه عن كده كمان شويه. حاطينها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، واخد بقى ايه الجبنه ديت، نقوم حاطينا كده اهي، ونقوم حاطينا في النص ونلف. ناخد شوية جبن من هنا بإيديا، حطهم هنا ونلف. هكمل الباقي ده، اخد فاصل صغير قوي، وبعد الفاصل ان شاء الله هبدأ ايه اقول لكم هنعمل ايه من فوق الفراخ ديت. يعني كده تمام كده اهي، بعد الفاصل اقول لك ازاي نحط شوية تتبيلة عليها من فوق مع المايونيز تاني وادخلها الفرن مع البطاطس. وبعد كده نبدأ نحط لك جبنة بس اخر حاجة. خلينا الف دول بس، ناخد فاصل صغير ونرجع لكم تاني ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا تاني. عملنا ايه بقى؟ خدنا البطاطس سبناها، والمايونيز قلنا ازاي عملناه بالثوم والمستردة، وحطينا شويه خل صغيرين، وبعد كده خفقناهم وتبناه الفراخ من جوه بيهم. بعد كده شويه البهارات اللي احنا عملناهم للفراخ، اللي هو بهارات الفراخ وملح وفلفل وبابريكا وشويه زعتر وشويه بهارات دجاج برضو حطيناهم
على الفراخ من فوق، نقوم شايلين الفراخ دي وحطينا فين؟ على البطاطس كده. حلو الكلام، نرصها رصة كده حلوة، ماشي اهي. وعندنا شوية ايه من البهارات اللي عندنا، نقوم واخدينها وحطينا كده من فوق الفراخ. شوية بهارات كده، فراخ كده حلوين كده، يتحطوا كده على الايه الفراخ من فوق، يظبطوا لي الدنيا. معاها سنة ملح بسيطة، وكده كده عليها ملح، صح كده؟ عليها ملح. كده تمام. بص بقى شوية المايونيز اهم، بص التقل بتاعهم اهم كده اهوت، يتحطوا عليها من فوق. اللي احنا عملناهم ووزعهم من فوق كده الفراخ، تخلي الفراخ طرية جدا وفي نفس الوقت بيديها طعم حلو قوي. ده شوية كمان تبقى زي الجلاس كده عليها. حطش بقى، هي بتاخد جبنة من فوق بس اكيد مش هندي لها الجبنة دلوقتي، لا هنقوم مدخلينها كده الفرن لوحدها كده الاول، وبعد كده اخر حاجه خالص قبل ما تطلع من الفرن هديها رشه جبنه من فوق. نمسح بقى الحروف بتاعه البايركس بتاعتنا عشان الحاجات دي بتخش الفرن بتسود معايا اهو. يلا بينا على الفرن بقى. بسم الله. انا ممكن اعلي دي شويه بس عمنا. ايوه يلا بينا. في بقى حاجة تانية بتتعمل، البطاطس علقت على مية سخنة عندي على النار. البطاطس بجيبها بالقشرة بتاعتها زي ما انت شايفة كده، ونبدأ ناخد أول واحدة كده على اتنين، بعد كده دي كده، وديت على اتنين برضو اهي، بميل كده. يبقى البطاطس بتقطع على كام؟ على تمانية، بميل كده زي ما حضرتك كده شايفه. نعمل واحد كمان، واحده كمان كده اهيت، نقوم مقطعينها كده، والواحده دي على اتنين ودي على اتنين. دي بص بجيب الجنب كده وتقومي قاطعاه كده، وتقومي لفه دي وقطع ديت، فبالتالي بتبقى كام؟ الواحده بتعمل 8 صوابع ويدجز قدام حضرتك اهيت. لو البطاطس الموجودة في السوق دلوقتي جميلة بصراحة قوي قوي يعني، وبطاطس تحمير، وفي ناس دلوقتي على فكرة بتخزن منها. وكل سنة وحضراتكم طيبين طبعا، بداية شهر رجب، كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا إن شاء الله، وربنا يبلغنا رمضان إن شاء الله على خير. طيب بنعمل إيه بقى؟ ما بنحطهاش مية سخنة، لا لا، إحنا بناخد المية السخنة اللي بتغلي ديت بقوم حاططها في البولة ديت، ماشي؟ عشان نطلع حاجة محترمة بقى. وأقوم واخد ديت البطاطس ديت حاطينها فين؟ طبعا البطاطس دي أنا غسلها كويس جدا بفرشة الخضار ومظبطها كده تحت الحوض، وأقوم واخدها وحاطط المية السخنة فيها وأسيبها لمدة ربع ساعة لحد ما المية دي تبرد. دي بقى بتعمل إيه بقى يا باشا؟ دي بتعمل دي يعني البطاطس ديت نص التسوية كده، نفس الوقت لما نيجي نطلعها من الفرن تطلع مقرمشه وحاجه محترمه ان شاء الله. ممكن نغطيها بحاجه بالظبط، نخليها كده ايه عشان تطلع عشان البخار. تمام، دي زياده ديت يعني كفايه دول، خليها لو حد ايه عايزه في حاجه ولا اي حاجه كده. ونقوم ايه سايبينها في الميه السخنه فتره كده حلوه. طيب في بقى المكن تشيز هنشوفه مع بعض ازاي، لان البطاطس زي ما اتفقنا تاخد ربع ساعه تطلع تحط في مصفى نصفيها تماما، تاخد دلوقتي هي تاخد دلوقتي 50% سوا، بتبقى متعرقه من الميه. بعد ما بصفيها بنبدا نحط لها شويه البهارات الحلوين وندخلها فين؟ عندي على الفرن لحد ما تاخد اللون الذهبي. طيب زهره البروكلي هنقدر نعمل منها شغل حلو جدا، انا بغطيها طبعا عشان البخار يبقى موجود عليها.
زهره البروكلي بجيبها وبسلقها، كنت بغسل الزهر الاول وبعد كده ابدا ان انا اسلقها، او لو هتجيب الكيس اللي هو الفروزنج ده تسيبيه يحل منه التبريد وبعد كده نبدا نشتغل بيه. هو عباره عن 3 معالق من الزبده ودقيق وكريمه، وعندنا نص لتر من الحليب، وبعد كده عندنا مكرونه صدف، وعندنا جبنه تشيدر اللي هي الحمراء او فلامنكا حمراء برضو تشتغل معايا زي الفل. حط عندي الحله عندنا على النار، لو بصلايه كده هشروق بس صغيره. الله يخليك. ناخد عندنا 3 معالق من الزبده نحطهم عندنا في الحله، زي البشاميل كده بالظبط، والبروكلي والكريمه، عندنا نص لتر من اللبن، بابريكا، وعندنا جبنه شيدر. تعالوا نبشر الشيدر عشان ايه نخلص منها وتبقى جاهزه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش هنا، مش موجوده. بصلايه بس، بصلايه صغيرة كده، بصلايه. ما خلاص، ما هي وربنا هي انت مش شايفاها هجر. هاي هنور، حط كده هاي يا باشا. الجبنه بشرناها وتبقى جاهزه معايا. حلو الكلام. الزبده كده نديها بصلايه كده صغيره، نشيل البصل ده ونروح فين؟ عندي على 3 مكعبات زبده. ده كلام جميل. نشوح الزبدة مع البصل، بعد كده نحط ايه البروكلي. البروكلي زي ما اتفقنا الزهر بتاعه انا باخده وبسلقه عندنا في مية سخنة مع شوية ملح صغيرين، وبيطلع عشان اوقف عملية التصوير بتاعته بحطه في مية تكون مية ساقعة. نشوحه بقى، نقوم نزينه عندنا مع البصل. ومع الزبدة وتسيبها عندي تتشوح كويس جدا. هكملها يا جمل ولا نطلع فاصل ولا يا ست؟ بروكلي ايه خد
خد التشويحه التمام. كنت عايز اسيبها تتشوح براحتها، كل ما تشوح كل ما تديني طعم افضل. اسيبها وبعد كده نحط الدقيق وهنحط الكريمه واللبن، بس ايه ناخد فاصل صغير كده صغنطوط كده، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا نكمل مع بعض. البطاطس زي ما اتفقنا قدام حضرتك اهيت، زي ما اتفقنا 50% 50% هتاخد التسويه بتاعتها في الميه السخنه اللي موجوده ديت. بعد ما نرجع من الفصل اصفيها ونبدا نحط لها شويه البهارات ونرصها على صاج في ورق زبده وندخلها عندنا الفرن. يلا بينا استاذ، فاصل ونرجع له. بعد الفاصل البروكلي بنشوحه مع ثلاث معالق كبار من الزبده وبصل، ماشي، والبروكلي هو اتشوحناه وحاجه بقى ايه عالميه. نبدا نعمل بقى، اقوم واخد عندي معلقتين اتنين حلوين كده من الدقيق ونقوم حاطينهم على الباشا ده، مش تقليب كتير بقى عشان ما يتهريش معايا، يا دوبك بس الدقيق اختفي معايا. نبدأ ننزل عندنا بإيه؟ بنص لتر من الحليب، وبعد كده عندنا شوية من كريمة الطهي. آخر حاجة خالص ببدأ أنزل عليها بإيه؟ هي الجبنة، لكن مش دلوقتي. أقلب بقى التقليبة الحلوة جميلة قوي يا شباب، دي هتجربوها هتعجبكم جدا، لأن لسه كمان هتاخد المكرونة وبتاع، فالموضوع حلو. تعالوا بقى نبص عندنا هو المايونيز عمل ايه في الفراخ. بص 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 الحلاوه، والله مش محتاجه حاجه بصراحه، يعني عايز احط لها جبنه من فوق، لكن انا وجهه نظري هي مش محتاجه حاجه بصراحه، ولا جبنه ولا اي حاجه خالص، كفايه الجبنه اللي محطوطه عليها من جوه وهي غرقانه بالجبنه، فهي مش محتاجه ان انا احط لها اصلا اي جبنه من فوق. عايزه تحط لها جبنه كسترة من فوق مفيش مشكله، لكن انا شايف حتى اللون، بص اللون عامل ازاي، بص اللون ما شاء الله، ده من المايونيز اللي احنا عملناه. ما اعتقدش ان هي محتاجه حاجه تاني، انا مش هضيف لها بصراحه جبنه ولا حاجه. انا هسيبها تاخد التسويه بتاعتها كده، تكمل التسويه بتاعتها وبعد كده نطلعها. خش على الباشا ده اللي هو البطاطس اللي احنا حطيناها في ميه سخنه. نبدا ننزلها كده نحطها هنا. واصفيها من الميه. كلام جميل. هنا بقى بقوم واخد عندي شويه بابريكا مع شويه بهارات بطاطس، ممكن بوله بس تكون اكبر شويه او معيار زي ده مثلا. شويه بهارات بطاطس، نضيف لها شويه زعتر وشويه بابريكا صغيرين، وبعد كده اقوم ضايف عليهم ايه شويه ملح. واقلب ده ماشي، اصفيه من الميه، وجايب عندي صاج عليه ورقه زبده، ابدا انزل بالبطاطس هنا. ده زيت زيتون بالظبط كده، الله ينور على حضراتكم. وبعد كده نقوم مدينا شويه زيت زيتون صغيرين، واقلب تقليبه كده محترمه، ونقول ايه وعلى طول على الفرن. في ناس بقى مزاجها رايق بترص، يعني في ناس مزاجها رايق ترص الحاجه دي. ما عندناش وقت بقى، احنا نرص بقى واحده جنب واحده جنب واحده، هي كده اهوت على طول، وندخل فين الفرن لحد ما تبدا اللي هي تحمر معايا وتطلع. بسم الله، بص على الحلاوه ديت، الله. تقلب كده استاذنا، اقوم واخد عندي الجبنه الشيدر الحمراء ديت، ونقوم منزلينها هنا على البروكلي وعلى الكريمه واللبن. جامده، بقول لك جامده جدا. انا هدي النار بقى خالص. الله الله الله، كلام هنا كبير. ها جبنه ساحت تماما، بص بقت عامله ازاي، والصوص اصلا شكله كمان عامل ازاي. اخر حاجه بقوم ضايفها ايه بقى، اقوم واخد عندي
انا مهدي النار بقى خلاص. الجبنه اصلا مجرد ما بتشم النار الموضوع خلص يعني. طب بعيدها كده واقوم جايبها هنا. بص الجمال، كلام جميل. ننزل عندنا بالمكرونه، اللهم صل على النبي، دي حاجه من الاخر يا مساء الدفى والله. حلويات حلويات. هنا وشفها، هقدمها في الطبق ونطلعها بالهنا والشفا. طيب يبقى دي كده خلاص، ولا رشه جبنه تاني ولا اي حاجه، خلاص كده. البروكلي انا حطيته معاها يكسر الطعم، فاهمه ازاي؟ تاكلي منها كميه حلوه يعني. بص على الفراخ، اعتقد كده خلاص الفراخ بتاعتنا الجميله ما شاء الله، لان كده كده اصلا الرولات اللي انا عاملها للفراخ مش انا مش مديها مرفحه قوي. بص الجبنه بقى باظه كده من كل حته عم جمل، فايه مظبطه الاداء، طلعها كده ونحطها هنا. هوب انزل يا وحش. استنى ما اجيب لك طبق بقى يا عمنا. المكرونه دي الشغل عالية يا حاجة نبيلة. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. ازي حضرتك؟ ازيك يا ابني؟ اهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب يا ابني. انت طيبة وبالصحة والسلامة. انا بحبك قوي والله يا ابني. الله يعزك ويبارك فيك يا رب. بحبك وبدعي لك، وحاجاتك بتعجبني قوي والله. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل والله. الله يخليك، بحبك قوي قوي يا ابني والله. ربنا يعزك يا ست الكل، دعواتك لينا بقى بالله عليك. بدعي لك والله، انت ابني يعني زي ولادي. حبيبتي والله، ربنا يخليكي لينا والله. الله يخليك يا حبيبي، انا امك يعني. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل. ربنا يخليك، انا بتصل بيك عشان اشكرك على الحاجات الحلوه اللي بتعملها. لا شكرا على واجب. بحبك، نفسي اكلمك من زمان والله. ربنا يخليك، شكرا لحضرتك جدا. الله يخليك يا ابني، الله يبارك لك ويخليهم لك يا رب. ويبارك في حضرتك ويخليكي لينا يا رب. شكرا يا ست نبيله. بص بقى عشان ايه يعني، لا الاكل النهارده دفى دفى يعني. هنا بقى ايه، شويه بسكوت كده تعمليهم كده في العشاء، ماشي؟ بسكوت مملح انا جبته، واعمل له خلطه حلوه قوي بالجبنه الكريمي. بصل اخضر مفروم، ويا ريت لما اجي افرمه افرمه ناعم قوي عشان يتحط البلبله ويتقطع، ها ما فيش حاجه توقف في الكيس نفسه. كده كده البلبله يقطع بيها ساده يعني. لازم يبقى ناعم جدا. لا يا حبيبي تمام، بطمن بس على الحاجه تشوفها في سطر. تمام اهي. طيب هقوم واخد عندي شويه شبت وشويه بقدونس، شبت وبقدونس ماشي، برضو نفس الكلام كده هتنقلنا فينهم على بعض. كلام جميل. بعد كده الجبنه الكريمي دي هشلوق كانت اكتر من كده يعني، انا كنت جايب ربع كيلو. لا محمود، لا محمود، محمود محمود بيفطر جبنه تشيز انا عارف. والله هو كان بيفطر قوي يعني، كان فول وطعميه، ما بقاش يفطر فول وطعميه خلاص، قال لك نشوف الشيفات شغالين بايه، ده الشيف التحضيري بتاعنا. فا كان بيفطر اورينتال الاول، دلوقتي لا خلاص بقى سمون في ميه مثلا. الشيف محمود جبنه كريمي يعملها كده مع حته باجيت مع توم بالزبده، شغل عالي مش هسيبك. حط الجبنه الكريمه يا استاذ. بصل وشبت، احلى عصير ليمونه اهيت،
احلى عصير ليمونه يا باشا، بتحط عليها كده تخليها برضو طعمها حلو قوي الجبنه بالمناسبه يعني، مع البصل الاخضر. حلو حلو جدا. بقول لك ايه، بقول لك اعمليها على العشاء ديت ودعي لي. ها الجبنه الكريمي ديت مع عصير الليمونه كده مع شويه شبت وبقدونس بقت عندك، وممكن تعمليها بلبنه لو عندك شويه حته لبنه ولا حاجه تشتغلي بيها. طيب بنعمل ايه بقى؟ الشبت ده اهو لوحده من غير ما اضيفه عليها. هقول لك هنعمل بايه دلوقتي الشبت المفروم ده. الشبت ده نفرمه فرمه ناعمه كده، وناخد الاستاذه هبه. استاذه هبه ازيك؟ استاذ محمد صباح الخير. يا صباح الفل، ازي حضرتك، ايه الاخبار؟ الله يخليك ويبارك فيك يا رب. ازيك؟ ربنا يخليك. انا اول مره اتكلم كيف برنامج، انا لسه عروسه جديده ما شاء الله، لسه فاتحه التلفزيون لقيت حضرتك لايف. الله يخليك. انا بس عايزه اشكرك جدا على كل وصفات حضرتك. انا يعني انا كل الانستراكشنز بتطلع تحفه. جوزي بيقول لي ايه ده ايه ده، بقول له طبعا شفت حمد حامد مش انا خالص. لا شكرا والله، والله لا ده انت اللي شاطره مش انا خالص. احنا سبب بس من اسباب، لكن انت طالما بتعملي حاجه حلوه يبقى انت اللي شاطره مش انا. والله يا سيف لا حضرتك بسم الله ما شاء الله عليك تحفه يعني، انا بس يعني على كل خطواتك بسم الله ما شاء الله عليك. اهم حاجه ازاي بقى العزومات وحماد حضرتك راضيه، دي اهم حاجه. لسه ما عزمتهاش لسه. معاكي بقى لو احتجت اي حاجه انا تحت امرك. تسلم يا سيف حامد، ما تحرمش منك خالص. الله يخليك، شكرا لحضرتك والف مليون مبروك، وربنا يرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله. بص بقى يا باشا بقى ده البسكوت المملح اهو، وبعملين جوز حضرتك وازاي هيبقى النهارده برضه البسكوت المملح ده، هيتبسط والله هيتبسط جدا، بس بسكوت مملح ما تجيبيش بسكوت مسكر. ماشي كده حلو الكلام. وبنبدا نعمل ايه بقى؟ بتقوم واخده الطبقه الثانيه دي كده عليها من فوق ونضغط بالراحه خالص. كلام جميل. وبعد ما بضغط عليها كده اهي الجبنه بايه؟ الجبنه بتطلع لبره صح؟ بتقوم واخدها حطها كده في الشبت اهي. ماشي اهي كده، ونقوم ايه حاطين دي كده. المفروض بقى ابص بايديا كده اقوم ماشي الجبنه ديت عشان الشبت ايه يلزق هنا. خطيره دي، خطيره بجد. وبعد كده نقوم حاطين الشبت كده ماشي اهو. الله كلام جميل. نعمل اللي بعد كده، حط كده اهيت جبنه بقى خليها على الاطراف اكتر، ونحط البسكوت ده المملح ونضغط ماشي. واحنا بنضغط كده بص بايدينا كده نقوم شايلين دي كده ودي اهي ودي ودي، حاجه في اللذيذ قوي. سناكس جميل الجامعة انا عارفه على طول بيتعشى بيه اهو اهو. بص يا باشا سناكس اهو. ماشي يا باشا حط واحده كمان. واضغط وناخد الزيادات دي كلها نحطها فين كده اهو. اه بايديا طبعا كده. وبعد كده الشبت بتطلع عندي، بص بترصها كده وبنرصها بتطلع جميله قوي. البطاطس اخبارها ايه؟ البطاطس جميله، البطاطس حاجه حلوه قوي يعني. طلعنا فاصل بقى يا عمنا، وبعد الفاصل ان شاء الله نكمل مع بعض ونستعرض مع بعض الحاجات اللي احنا عملناها. ما ننسوش اللي احنا عندنا النهارده طقم حلل كيتشينوفا، طقم حلل الجرانيت، وناس خلاص بقى موضوع السيراميك خلاص يعني. هو الجرانيت دلوقتي والتيتانيوم هو ده العيلات الجديده من الكوتنج اللي بقى موجود على الحلل نفسه، اللي هي الطبقه اللي بتبقى جوه الحله. بتكلم على الطبقه اللي بتبقى جوه الحله. بالتالي الحاجات ديت كانت بتواجهنا فيها صعوبات كتير جدا، خصوصا ان الحاجه ديت بتيجي من ايطاليا،
ماركة ويتفورد، دي أقوى ماركة موجودة في العالم للكوتينج، فهم كيتشن نوفا بيستخدموها بالمناسبة عشان نضمن إن الحاجة ديت ما تقشرش أو تطلع بره خالص، لأن خلي بالك الحلل دي عشان الكوتينج بتاعها يمسك فيها أو القشرة اللي جوه ديت بتخش على درجة حرارة بتتكلمي مثلا في 480، أنت فاهمة قصدي إزاي؟ بس أهم حاجة إنك تكوني ذكية في المعاملة مع الحاجة ديت. بلاش حاجة معدن تتحط عليها، استخدمي معالق خشب، الاسباتيولات البلاستيك، استخدمي ما تحطهاش وتغلفيها وتحطها في التلاجة في الأكل. لان كل ده غلط، ما تنسيش الاكل ده فيه املاح، والاملاح شديده جدا، تعرفي ان الاملاح اشد من الفرن، يعني انت لما تسيبي الحاجه جوه في حله وتخزنها في التلاجه ده بالنسبه لك ده اكبر خطا، لان الاملاح ديت بتاكل وتعمل تاكل في الحله نفسها. فتخلي بالك وكير جدا من موضوع حفظ الاطعمه في الحلل، ايا كان نوع الحله، ايا كان ايه نوع الحله. عندك علب بلاستيك اللي هي الخالصه بحفظ الطعام، دي اللي انت بتحطيها في التلاجه، غير كده ايا كان بقى الحله سيراميك، تيفال، تيتانيوم، اي حاجه بلاش نحط فيها اي حاجه نحفظ فيها الطعام. فكيتش نوفا بصراحه من الحاجات المميزه ومن الحاله المميزه المصريه، منتج مصري 100%. زي ما اتفقنا الغطا بتاعه والحله تقيله ما شاء الله، لها قاع مزدوج، القاع اللي هو الملفوف الاستانلس عشان يوزع الحراره مظبوطه، جربناكوا اكتر من مره في الرز وفي الكبسه وفي البرياني في كل حاجه، طلع الحاجه تسويتها مفيش غلطه. عندك كيو ار كود قدام حضرتك تقدري تعملي سكان من على الموبايل او رقم التليفون اللي على الشاشه دلوقتي تقدري تتصلي من خلاله وعلى طول يبعتوا لك الحاجه لحد باب البيت. انت نزلتوا التليفون يا جمال والكم. يلا 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 فاصل يا باشا وبعد الفاصل نوصل. استنى يا عم والله شلون خدت الجوافزات وخرجت ومشيت، تعالى طلع اللي حساك بيه انا بقى الاحراج اللي على الهوا ده. لا هي مسكت بتاع قالت ايه، قالت انا هطلع انا الصاج مالكش دعوه، ايه اعمل انت الشكل والحاجه، فانا عملت كده راحت واخده الجلافزات جت تحط الحاجه في الصاج. انا مش هحكي القصه كلها كامله بقى، قالت لك انا اتلسعت. هنا ماشي هجيب البرارس بقى خلاص. اوكي انا مش بهرج، البطاطس مورقه، البطاطس الحركه اللي انا عملتها دي بصي تلاقيها مورقه من هنا اهي، انت لو قربت اكتر يا جمل والله هتاخد هتشوف منظر حلو قوي. بص التوريقه اللي موجوده جوه البطاطس دي معموله من ايه بقى، من الميه السخنه اللي موجوده، بص هتلاقي فيها بابلز كتير اهيت، بص ديت دي تعرف اللي هي اهي، بص ما شاء الله فقرمشه مفيش بعد كده، خلي بالك يعني ناخدها كده وايه نرصها. طيب احنا عندنا بس عيد ميلاد والده صديقي وانتيم عمري يعني احمد حمدي، والده المتر المحامي الكبير احمد حمدي. احمد حمدي ده يعني انتيم عمري بجد، صديق عمري يعني صديق الصدوق زي ما بيقولوا. فعيد ميلاد والدته النهارده ست ام احمد الغاليه اللي بنقول لها طبعا، وكل اسرتي بتقول لها كل سنه وحضرتك طيبه يا ست الكل، ربنا يخليك ليهم. واحمد بيبعت لك احلى تهنئه من خلالي ومن خلال برنامج المطعم، وبيقول لك ربنا يديك الصحه ويخليكي لينا يا احلى ام في الدنيا. شكرا لحضرتك جدا جدا، واطلبي اللي انت عايزاه هينزل يجيبه لك دلوقتي حالا. كل سنه وانت طيبه يا ست ام احمد غاليه. ادي البطاطس بقى نرصها رصه كده حلوه.
بقول لكم ايه الحركه، قلت لك اهيت بتاعه الميه السخنه دي حلوه حلاوه ب 2 مليون جنيه، انك تحطها في ميه سخنه وتسيبيها، بعد كده تقومي تطلعاها مديها شويه البهارات وزيت الزيتون وتدخلها الفرن، تطلع مورقه زي ما قلت لك، قرمشه حلوه جدا، وكمان بتتساب كمان اكتر من كده شويه، تاخد يعني عايزه لون اكتر من كده يعني، تحطها على درجه حراره عاليه بالمناسبه يعني، تاخد بالظبط ربع ساعه وتطلعيها وبالهنا والشفا. حلقتنا خلصت، اتمنى ان شاء الله الحلقه النهارده تنول اعجابكم، وجربوا المكرونه ديت عشان حوار، احنا عملنا جربناه كده واحنا موجودين في الفاصل. بص بص البروكلي اوعى الدفى، البروكلي مع الكريمه مع الجبنه، لا موضوع جامد. كنت عايز افتح لك حته فراخ كده يا جمل قبل ما اطلع، اوريك الموضوع ماشي ازاي، بس اه يعني هوريك حته كده حلوه. ونشوف ايه كده، الله 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 الله، طلع حته كده. بص الجبنه يا باشا، بص الصاحب، بص من جوه اصلا ادي الجبنه يا باشا سايحه، كل حاجه تمام، والفراخ مستويه سوا في الجون مع شويه البطاطس وبالهنا والشفا. حلقتنا خلصت، اتمنى الحلقه تنول اعجابكم، وكون ضيوف خفاف على حضراتكم، سلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.